تشيك تشيك. تشاور مع صاحب السماحة ضروري، مع أنه أنا يعني مقل بزياراتي لسماحته كمان مشان ما أعمل له إحراج بمواقفي اللي دائما بتاخذ جدل أكثر من اللازم، تخلق إشكالات. بريد أحتفظ بإشكالاتي بدون ما صاحب السماحة يعني تزعجه أو تأثر على علاقته بآخرين. فأنا وجدت أن الأمور يعني وصلت لمحل كتير صعب وما له سبب، وعم بيصعب أكتر وأكتر. لذلك لقيت من الواجب أن أجي أتشاور مع سمحته واسمع وجهة نظره واقترح عليه بعض الاقتراحات، يمكن بياخد فيها يمكن بياخد ببعضها، ده قرار لإله. شو أول سؤال؟ أول سؤال معليك، حوالي منذ 7 أشهر كنت واقف على هذا المنبر. صحيح. وتحدثت عن التمادي. اليوم ماذا تقول؟ لا وين، جوزنا التمادي بكثير. بتذكر كان بأيار الكلام آخر الزيارة. لما حكيت على التمادي بمسألة الحديث عن السنية السياسية وصلاح تجاوز رئيس الحكومة بالمواقف السياسية بالخارج و و و و قامت الدنيا علي باعتبار انه انا يعني عم بتجاوز كل حدود او عم زايد او مدري شو، يعني كأنه انا يعني صاحب مشروع سياسي منفصل ومنفرد لأدعم حالي. فبين مع الوقت على كل بعد 6 أشهر او 7 أشهر انه 3/4 البلد عم تقول ذات الكلام، 3/4 البلد داخلي بإداني كاملة لكل السياسي السابقة اللي كانت معتمدة واللي أوصلت الأمور بالبلاد لهون. الخلاف الاستقرار السياسي هو اللي بحقق النمو الاقتصادي مش العكس. يعني الاستقرار السياسي غير متوفر لأنه وصلت الأمور لمحل كمان بكل التجربة الأخيرة اللي صارت اللي متعلقة بالتأليف قبل التكليف. رغم كل المبررات التي أعطيها، أولا هيدي مخالفة لأبسط قواعد يعني روح الدستور مش الدستور. بفهم أن الدستور محدد مدي، ولكن في إلزام أخلاقي له علاقة بالالتزام بالنظام الديمقراطي. أنت بتكلف من هو مؤهل للتكليف، وبعدين لما بيقدر ما بيقدر يألف بيعتذر، وبالتالي 1 2 3 مثل اللي صار هلا بس من خلال تشاور محصور بقوى سياسية وأنه القرار في مكان واحد. والحقيقة الأمور تجاوزت برأيي الشخصي، أنا تجاوزت مسألة صلاحيات رئاسة الحكومة أو نظام. وصلت القصة للكرامات، يعني ما عادت قصة للكرامة الوطنية لموقع الرئاسة الثالثة سواء بالتكليف أو بالتأليف أو بالتشاور اللي تحت الطاولة وفوق الطاولة والاجتماعات اللي بتتم بغير الأماكن اللي لازم تتم فيها والمشاورات اللي بتتم بالمحلات مع الأشخاص وبغير مع غير أشخاص وبالأمكنة كمان اللي ما لازم تتم فيها. هذا الأمر يعني عم بيراكم مزيد من الأزمات، وعم بيراكم مزيد من الكبت، وعم بيراكم مزيد
من الأحباط، لأنه كمان منصب الرئيس الحكومي مش منصب فئة ثالثة فقط، منصب الثالث بالرئاسات، ولكن وهو يعني يتمتع بحصانة وطنية، ولكن هو الممثل الأول لأهل السنة، وهذه مسألة أنا ما بتصور حدا من أهل السنة بيقبل فيها، وبيقبل بتجاوز اللي صار بالأربعين يوم الأخير. وصلنا امبارح لأكثر من هيك، وصلنا لنحكي عن يعني بكلام صادر عن وزير، ومؤسف انه وزير صديق، انه يحكي عن رؤساء الوزراء السابقين بطريقة مهينة ويتهمهم، وهولي أخيار وأحرار، وهولي ممثلين لبيئتهم وممثلين للبنانيتهم وممثلين لوطنيتهم. ما حدا بيطلع له يقول عنهم هذا الكلام، هني أشرف بكثير من الكلام اللي نقال عنهم. وإذا كان وما بعتقد هذا موقف رئيس جمهورية، بس إذا كان هذا الموقف هو جو الرئاسي، فهذا شيء مؤسف فعلا أنه يوصل أسلوب التخاطب لهذه الدرجة من الدونية، ومن يعني احتقار آخرين منتخبين على الأقل اثنين منهم، وتسلموا مناصب سيادية كرؤساء حكومات لفترات طويلة. وهذا ما بيأكد أنه الجو جو تفاهم وجو توافق وجو قبول وجو رضا، وإني قالوا كلام متعلق بالدستور وكلام متعلق بالسياسي، ما قالوا كلام متعلق يعني مسائل شخصية. أو فهيدي القصة كلها محتاجة لمراجعة، محتاجة يعني تفهم. هلأ عمليا في حكي عن الاستشارات يوم الاثنين، خير إن شاء الله، بس مطلوب حكومة مصالحة. أولا مصالحة مع الناس اللي بالشارع واللي مطالبهم كلها محقق، ثانيا مصالحة مع العرب والغرب، مش مصالحة مع حدا تاني، لأنه هذا الحصار اللي علينا سببه أنه في مشكل، في حقيقة مش مشكل، في صدام أمريكي إيراني بالمنطقة. الأمريكان عم يعتمدوا حرب الدولار، أعتقد أنه المواجهة بهالمسألة المالية يعني كل الناس ضعاف قدام تغيير عم بيصير وين ما كان، وين ما في سياسة إيرانية بلبنان أو بالعراق عم بيصير هذا التغيير، لأنه عمليا هني ما قدروا يكونوا ولا مرة جزء من الاستقرار، ولا مرة بأي مكان راحوا. هيدا اللي بده يسبب مزيد من الأزمات أمام الحكومة المقبلة إنها تجرب تعالج. هلا هذا الحراك لازم واحد كمان يحكي، وأنا واحد من المدانين يعني مثل غيري ما بقدر أنكر هذه الصفة، ولكن هذا حراك من يعني أنزه وأشرف وأصدق حراك صار بتاريخ لبنان. تقولوا لي بيستفيد منه الجهة الفلانية، بيستفيد منه الجهة الفلانية، أوكي بالعمل السياسي كله متاح كله مسموح، ولكن الناس اللي نزل ما حدا طلب منها، ولا سفارة طلبت منها، ولا جهة طلبت منها. هؤلاء الناس نزلوا بدهم حاجاتهم، وبدهم 90% من الأشياء اللي عم يطالبوا فيها بيطالب فيها كأي واحد، غني والفقير والمتعلم والأمي فعمليا نحن عم ندفع ثمن هذا الحصار، وندفع ثمن انه نحن التزمنا بسياسي ما معنا ندفع حقها، ما بنقدر ندفع حقها مهما بلغنا، انه هذه ليست حرب عسكريه ولا حتى سياسيه، انه هذه حرب. انا ما عم بقول الواحد لازم يستسلم، بس لازم هذا الخط الفاصل اللي كان دايما بين الدولة وبين المقاومة يرجع لمحله، مش تفوت الأشياء ببعضها. ما حدا عم بيقول نزع السلاح، ولا حدا عم بيقول انه هولي بيمثلوا، هولي منتخبين وهولي موجودين وهولي، بس انه في خط فاصل كان دايما موجود
بين الدولة بمفهومها حتى لو انقسمت ناس هيك وناس هيك، وبين المقاومة بقراءتها السياسية للوضع بالمنطقة. هذا ببساطة وباختصار تصوري للوضع. أخيرا بدي أقول أني أنا طرحت على سماحة المفتي عقد اجتماع يعني على الأقل للمنتخبين من كل الفئات للتشاور والتفاهم واعتماد المعايير اللي وضعها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة ومناقشتها بشكل جدي، واعتماد معايير بشأن تشكيل الحكومة أساسها وثوابتها هي اللي اعتمدها الرئيس الحريري، سواء إذا حدا بده يضيف أو حدا بده يشيل أو حدا، تكون مجال للتشاور أوسع بين كل المنتخبين اللي معنيين بمستقبل الحكومة ومستقبل نعم. يعني ما بقدر أقول، بقدر أقول إنه وعد بدراستها. عندي سؤال لك معالي الوزير، بما أنك عم تحكي عن حكومة مصالحة، اليوم يقال إنه سمير الخطيب هو مرشح الرئيس سعد الحريري وداعمه، هل رح تتصالح معه وتروحوا على حال توافق خير تروح القناة تسميه لسمير الخطيب، ولا شايف إنه ما بيوصل المرشح ليوم؟ لا لا، أنا مني من النوع اللي يعني بيجزم إنه بيوصل أو ما بيوصل. أنا قرار بما يتعلق ب يعني صديق سمير من زمان باخده يوم التنين، يوم اللي يكون عند رئيس الجمهورية بموعدي. أما أنا فيك مرشح توافقي يا صديق، يعني ما رح أقول أكثر. ومن هو مرشح؟ خليني اشوف ليوم التنين، ما بس اوصل يعني الانجليز بيقولوا بس توصل على الجسر بتعبروا. لسه عندنا من هلا ليوم التنين مجال للتشاور ومجال الاتصالات لنشوف لوين بدنا نوصل. معالي، يوضع تكرار زياراتك لدار الفتوى بعد الخلاف مع تيار المستقبل باطار المزايده، يعني اليوم عم نطالب بتطبيق مش انت الرئيس الحريري. ما قلت تطبيق الرئيس الحريري عنده كتلته بيمثل نفسه قادر يطلع هو يحكي، اليوم انت عم تجي على دار الفتوى لطالب بهذا الامر. صدي انا نائب منتخب عن بيروت ولي حق الراي، انا ما عم بلزم حدا برايي، انا بعبر عن رايي. انا ما قلت انه الالتزام، قلت قاعده النقاش تكون المعايير اللي حط، خلينا نكون دقيقين. وأنا قلت عن نفسي أنه من 7 أشهر لما قلت أنه نحن واصلين لهون قالوا أني عم زايد مثل ما تفضلت حضرتك. الآن وصل الجميع لنفس المكان بدون استثناء، مش بس يعني كتلة المستقبل أو غير كتلة المستقبل، 3/4 البلد واقفة بنفس المكان سياسيا باعتراض على هذه السياسة اللي بالتأكيد هي جزء من آثارها اللي عم نشوفه الآن، لأنه في تجاوز. برجع بقول للمرة الثانية، في شيء اسمه الإلزام الأخلاقي اللي بيحكي عنه كانت هذا الفيلسوف الألماني الشهير، لأنه الوزير الصديق بحب هاي التعبير. في إلزام أخلاقي له علاقة بأنه أنت بتشجع على مزيد من الممارسة الديمقراطية، مش على مشاورات للتأليف قبل التكليف. كلف ما بيتوفى، بتكلف واحد تاني وكلف واحد تالي، لشو اسمه النظام الديمقراطي؟ هذا ما بيعرض البلد لشيء، ما هي سقطوا يعني مرشحين على الطريق بأكثر من مجال. وهي مناسبة لنوه بالصلابة اللي أبداها الدكتور بهيج طبارة بسرعة مناقشاته وإنهائه للملف باعتذاره عن الاستمرار. فعلا أسود صلابي جدي باللي سمعته خلال فترة التفاوض مع كل القوى السياسية، فلازم يكون هذا واضح. يعني خروجي من كتلة المستقبل ما بيعني من يعني حرماني من حقي بإني أبدي رأيي، هذا حقي الطبيعي وبدي مارسه. في نقطة أخيرة بحب أشير لها،
يعني بطبيعتها تفصيلية خارج هذا السياق. هو الكلام اللي يعني سمعته الحقيقة من عدد من اللي اعتقلوا من قبل الجيش بسعد نايل. أول سعد نايل يعني ضيعة أو مدينة عزيزة علي أنا شخصيا، وأهل رجال ورجال نخوة ورجال كرم ورجال قدرة. ما بيجوز هذه الطريقة إذا كان يعني ما عبروا عنه الموقوفين من إلزامهم بقول كلام إلهي بحق أي مسؤول. أنا بطالب قيادة الجيش وقاضي الجيش تحديدا، وهو رجل يعني أثبت جدارة وتوازن وتعقل وانسجام مع روحية كل الشعب اللبناني، أن يجرى التحقيق هل فعلا تم هذا الكلام معهم، وإذا تم لازم يأخذ إجراءات فورية، لأنه هذه يعني كنت سمحوا لي بالتعبير هذه سعد نايل مش من مكان، هذه يعني بينشاف الحال فيها، وكانت دائما بكل الملمات رجالة قادرين. بذات الوقت بتلاقي أنه كمان بصور اعتقلوا اللي اعتدي عليهم والمعتدين ما اعتقلوا، طرابلس ما بعرف شو التفاصيل. بدنا ننتبه لهذه الشغلات، لأنه هذه كمان بتخزن غضب وبتخزن انفعال وبتخزن افتعال، وبتأدي لأماكن ما بعتقد لا قاضي الجيش ولا بمسؤوليته اللي كلنا بنعرفها. وعلى كل ما في مؤسسة حققت صورة متقدمة بوضع الشهرين الأخيرين وبسمعة قيادتها مثل الجيش وقاضي. شكرا لك. حديث عن المصالحة كيف تكون مع الشعب؟ هل بمحاسبة بعض الطبقة السياسية الفاسدة؟ يا سيدي أنا ما بدي أقول، يعني سمعت كل شعاراتهم، ما حدا بيقدر يدافع عن الفساد، بس إنه الأساس اللي لازم ينقال بأنه الإشي لازم يتم وفق القانون مش وفق القصف العشوائي. أنا بفهم إنه الناس معبقة وعم تتناول كل الناس بدون استثناء وبكل الملفات وبكل وبسمع أنا حتى وقائع عن وزارة الداخلية بفترة اللي كنت فيها غير صحيحة، مش اتهامات، عم بحكي حتى وقائع غير صحيحة. فأي شيء بده يصير لازم يصير، ولكن وفق القانون، بده قواعد قانونية وقضاء يتصرفوا على هذا الأساس ويشوفوا يكفوا، مش يبلشوا ويوقفوا، يكفوا لحد ما تثبت براءة هذا الشخص أو إدانته. يعني ما بكفي إدانته على التلفزيون أو إدانته بالشارع، وهذا بيصير بكل مظاهرة وبكل بلد بالعالم، ولكن هي مسؤولية القضاء يحدد يعني مدى ارتكابه أو عدم ارتكابه. بس ما بدك تنشال الخطوط الحمر من أمريكا؟ أكيد لازم تنشال، وبعتقد التعيينات اللي صارت مؤخرة خاصة الرئيس من القضاء الأعلى ومدعام التمييز مشهود لألهم يعني، وربما آخرين أنا ما بعرفهم، مشهود لرئيس مجلس القضاء الأعلى بترفعه وبنزاهته وبعدم قبوله بالخطوط الحمر من أي كان. في ثغرات لا تزال تستعمل بحق ناشطين وبحق يعني كتاب وبحق بغير حق، إنه من أمتى بلوجر بيتحول على القضاء الجزائي؟ يعني شو الكلام هذا؟ يعني نعم. حضرتك قلت انك مدان بدعم الثوره، كيف عم بتتكلم؟ انا ما قلت مدان بدعم الثوره، انا قلت انه انا واحد من المدانين من قبل الثوره. انا قلت العكس. طب انت مدان بدعم الثوره ايضا؟ مدام بدعم الثوره طبعا. انا ما يعني حكى عن مزايد، انه عم بتزايد حتى عليهم بالشارع. لا هذا كلام عمره 7 أشهر، ما كان في ثوره. هذا كلام عمره 7 أشهر. هذا الكلام اللي بتعلق بالمزايد اللي حكي عنه الاستاذ، هذا كلام قديم، لانه انا حكيت من 7 أشهر، وكان الكلام في اعتراض واضح على تتمادي وتجاوز الوزير بسيل لرئيس الحكومة ولرئاسة الحكومة ولتصريحاته يعني اللي عمليا الآن هو الشعار الأول، مش هيك؟ بس كمان أيضا مدان بأنك داعم للثورة،
كيف يعني المدام؟ أنا موجود من خلال أولادك، من خلال ناس أقرب منك. لا لا، ما في حق يعني. أولاً أنا ابني عنده شهادة دكتوراه من كامبريدج، فأنا يعني أضعف من إني أقرر عنه. يعني مش ولد صغير هذا لتقلي له روح وتعب. يعني أنا لا سألني ولا رجعته بعد ما نزل. وإذا في حدا قريب مني عم ينزل فهدي يعني شخصياً غير منخرط فيها شخصياً. أنا مؤيد، أنا ما أصلاً مش متاح لي الانخراط. قلت أنا مدان. التصويت السياسي وتحميل حزب الله والمقاومة مسؤولية ما يجري. لا أنا ما قلت، خليني أكون دقيق. أنا قلت كان لا لا طيب. أنا قلت كان في دايماً خط فاصل. أنا عم بحكي على اللي قلته قبل لما تقول انه اليوم المواقف يلي اتخذت وحطتنا بعداء مع الغرب ومع العرب. ما قلت انا انه يا استاذ، انا قلت انه دائما كان في خط فاصل بين المقاومه الموجوده وبين الدوله. هذا الخط الغي، وبالتالي صار الغرب والعرب واخر عم بيلاقوا محاور بلبنان يحكوا معه من وجهه نظرهم على الاقل. ودي انا ما عم بقول معه الحق، انا عم بقول هذا واقع. بس الانهيار يلي عم تحكي عنه ليس سببه الحصار يلي فرض منذ سنه او سنه وشوي. الانهيار يلي نحن فيه نتاج اداء السلطه السياسيه كامله. صح. انت عم تضرب الناس لما تقول انه هذا نتاج تصرف حزب الله او دخول المقاومه على الدوله. خلص خلص، انا عم بقول امتناع الغرب والعرب عن مساعده لبنان وعن دعمه وعن يعني تحمل المشاكل معه، وهو ما كان يحدث طوال سنوات وسنوات، هو سببه هذا الأمر. أنا ما عم بقول إنه هذا هو الأمر، أنا عم بقول الحصار ليس على حزب الله، حصار على لبنان كله. هاي الأحداث عم تثبت، ولكن نحن واعيين بمشكلة. وأنت عم تقول السلطة السياسية، أنا موافق، بس نحن تعودنا دائما انه في حدا بيوقف حدنا وبيساعدنا سواء من الغرب او من العرب، وبقلنا اعملوا اصلاحات ولازم تعملوا واحد. ما عطونا مصاري مش لانه المقاومه. لا لا، ما حكيت هيك. رجعنا على قصه، اولا ليست المقاومه هي التي ازالت، الدوله هي اللي ازالت. مقاومه حقها موقفها، الدوله هي التي ازالت هذا الخط وما تركت مجال للأخذ والعطاء مع الآخرين. هاي مشكلة. أنت عندك شك أنه في صراع أمريكي إيراني، وعندك شك أنه في شيء اسمه حرب الدولار. خلينا نتفق، بس أمام هذه الحرب مين واقف معك؟ ما حدا. هذا اللي عم جرب أقوله. وعلى كل حال لأرجع من الأول، أنا موفي وبيعرفوا قيادة المقاومة وبيعرفوا فخامة الرئيس وبيعرفوا كل العالم. أنا بقول لا خلاص للبنان، حنستمر بهاي الأزمات إلى ما شاء الله من دون استراتيجية دفاعية وطنية يتفقوا عليها كل اللبنانيين. قلت هذا الشيء قبل ولا برجع بكرره، وكان موفي من سنين مش من هلا. وقيادة المقاومة بتعرف رأيي بالموضوع، والقيادات السياسية بيعرفوا رأيي بهذا الموضوع. طبعا مش ما فينا عليه، بس أنا عم بقول رأيي أنه ما في خلاص للبنان، ولا مصالحات حقيقية، ولا دعم حقيقي، ولا وقوف حقيقي إلى جانب الدولة إلا بهذه الاستراتيجية الدفاعية. شكرا لكم.